اهلا بكم. طبعا كل احنا نعرف برنامج الاني ديسك، برنامج اقدر اوصل لاي حاسبه باي مكان بالعالم عن طريق انه البرنامج مثبت بالحاسبتين والبرنامج مجاني. لكن بالفتره الاخيره اذا ادخل هذا الاي دي مال حاسوب الثاني واضغط على انتر مثل ما نشوف راح يعد وقت، ورا فتره راح اقدر افوت على الحاسبه. بعد ما فتت للحاسبه مره ثانيه راح يرجع يطلع لي هاي الرساله، فالرساله هاي جدا مزعجه. وإذا ما تحب تنتظر كل هذا الوقت لازم تشتري البرنامج. تعال أعلمك طريقة اليوم راح تأكتف البرنامج وما تنتظر هذا الوقت كله مجانا. مباشرة راح أضغط على Start Trailer لساينس. هنا أنا راح أختار المن أستخدمه وليكن أخلي راح أختار Support Family and Friend مثل ما نشوف. راح أكتب هنا اسم وليكن أكواد، هنا كذلك أكواد، الإيميل تخلي إيميلك، تخلي لك باسورد. بعدها راح تضغط على الموافقة، توافق على الشروط. المفروض شركة الأني ديسك دزت لي إيميل على الإيميل اللي استخدمته بالتسجيل. راح أروح للإيميل ماتي وأشوف الإيميل اللي دزه وأكمل التسجيل. تمام، هذا الإيميل وصلني، راح أضغط على كليك هير وأكمل التسجيل. تمام، حاليا كمل التسجيل. Back to application، هرجع للتطبيق. هسه شنو اسوي؟ اجعل هاي 3 خطوط، اروح للسيتنج، اجعل ايميل اكاونت. تمام، سجل. حاليا اذا اغلق هاي الصفحة وارجع ادخل على هذا الديسك مرة ثانية مثل ما نشوف مباشرة فتت على الحاسوب. بس أوافق، راح أوافق. تمام، فتت بدون أي انتظار، وهذا حل المشكلة بالنسبة للأني ديسك. الأغلبية يعانون من عنده وقاعد تنتظر وقت جدا طويل حتى تسوي سبورت على حاسوب ثاني. ببساطة هاي الطريقة. أتمنى لكم يوم سعيد، تحياتي.